هي تكبر انت ولا ابو خليفه؟ يعني في الروضه ابو خليفه كان في المتوسط؟ كان ابو خليفه يا ابو خليفه ها ها يقول هو كان في الروضه وانت تنادي على جهاز في المتوسط. ايه هو كان في الروضه ينادي بعد، كان في الروضه ترى هو يوم دخل الروضه كان عمره 20 سنه. بديت قبل ما اخذ الرخصه بسنتين، بس ال دبليو ال من زمان يعني من زمان 5 جزء.